عشان تشوفوا بقى احنا فين وتكبروا دماغكم من هواة الرغي والهبد واللت والعج. شوفوا الجداول والارقام والحقائق عشان خلاص احنا استهلناها بانه ما عادش زمن اليفط. الكلام ما عادش ابدا يستاهل اليفط ولا التلقيح. بقت جداول واحصائيات وارقام وحقائق. تصنيف التراكمي للاتحاد الافريقي من ساعه لما افريقيا قالت يا كوره من سنه 64، الجدول حتى الان هو اللي انتوا هتشوفوه ده. الاهلي الاول بالتصنيف التراكمي على القاره ب 124 نقطه. الترجي التونسي الثاني 83، مازيمبي الكونغولي الثالث 78، النجم الساحلي الرابع 74، نادي الزمالك الخامس 71، اسك 47، الرجاء 46، كوتوكو السابع 45، الوداد 44، في المركز العاشر عشان تاخدوا العشرة الأوائل شبيبة القبائل الجزائري 41، يعني الأهلي 124 نقطة ونادي الزمالك الشقيق 71 نقطة. دول الفرقتين اللي في العشرة الأوائل في القارة حسب التصنيف التراكمي، الزمالك 71 نقطة والأهلي 124 نقطة، ده وفقا للتصنيف التراكمي. طيب سيبنا من اللي فات، احنا ولاد النهاردة. اللي فات الناس اتخانقت عليه وقدمت شكاوي وراحت وزارة التموين وحاجات كتيرة من اللي انت شفتوها. احنا ولاد النهاردة، العشرين سنة في القرن الجديد نتاجها ايه؟ حصادها ايه؟ التصنيف بتاعها ازاي دلوقت؟ فصلا عما سبق، احنا ولاد القرن الجديد، يدينا ويديكوا طولة العمر واللي يعيش فيكم لنهاية القرن يبقى يحتفل كويس وياخد باله محدش يعمل له يفط. لأنه التصنيف الجديد دلوقتي في العشرين سنة، الأهلي الأول 84 نقطة، مازيمبي الثاني 58 نقطة، الترجي 56، النجم الساحلي 55، الزمالك الخامس 34 نقطة، والوداد 34، الرجاء 29 متساوي مع إنيمبا، والصفاقسي 28، والهلال السوداني 25 ونص، وصن داونز 23. إذن في التصنيف القرن الجديد، العشرين سنة من القرن الجديد يا باشمهندس، يعني خمس القرن بالظبط، الأهلي الأول ب 84 نقطة والزمالك الخامس ب 34 نقطة بفارق 50 نقطة عن الناديين. ليه ملاحظة عايزين نتأكد منها ونأكدها الأسبوع الجاي. إحنا خدنا أربع نقاط نتيجة أدائنا في هذه البطولة. هذا ما أعلمه. ربما يكون هذا الكلام مؤكد، عايزين نتاكد منه، نسال الكاف ونشوف. لا يعني عايزين الاعداد عندنا يسال لنا هل تم اضافه النقاط التي حصلنا عليها في كاس العالم للانديه ولا لا. طيب على الجدول ده احنا شفنا ال اضيفت، الزميل عبد المنعم نصر بيقول لك اضيفت دي بعد الاضافه. احنا شفنا أحد المواقع المهتمة بإحصاءات كرة القدم لما نشرت القائمة قبل البطولة وهتبدأ، كان الأهلي في المركز 36 وكان البايرن ميونخ يتصدر هذه القائمة. مؤكد إن هذا الموقع نفسه لو عمل الإحصائية دلوقتي بالحسابات ما بعد البطولة أكيد الوضع الأهلي بالنسبة له هيتقدم على المركز 36 بنقاطه.